السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالبة لارين فهد العباسي بالصف الأول متوسط من متوسط 10 بعد 100 من إدارة تعليم جدة. بحثي هو عبارة عن تحليل ضوء مبعث من مجموعتي صغيرتين مفتوحتين من الحشود النجمية NGC-1545 NGC-2099 حاسوبين لحساب عمره وتحديد مركزه مدى بعده عن كوكب الأرض. الصراحة كل الدعم جاني من أهلي ومدرستي، هم كانوا المحفز الأول لي وأيضا موهبة، كانت داعم أساسي جدا لنا واللي وصلتني لهذا المكان. قصتي بدأت من يوم أنا صغيرة، أختي كانت تحب علم الفضاء والفلك بما أنها كانت مشاركة بآيسف. الصراحة من يوم أنا صغيرة كانت تحكيني عن الفضاء والفلك، وصراحة حسيت أنه يعني مجال جدا كبير وغامض بشكل مميز، فصح أعجبت بهذا المجال فحاولت أني أبحث فيه وأنا من يوم أنا صغيرة، لين ما وصلت لحاجة اسمها النجوم. النجوم الصراحة كانت أول يعني علم اهتميت فيه بشكل جدا كبير، وهذه هي بدايتي. الصراحة أحس باعتزاز وفخر جدا أني قاعد أرفع رأس أهلي وأرفع اسم مدرستي، وأحس أنه هذا كله حلم بالنسبة لي، لأني أنا كنت أطمح بهذا يعني الحلم يمكن من 3 سنوات 4 سنوات، والحمد لله توفقت بفضل الله ثم الدعم اللي جاني وصلت لهذا المكان.